هذا نصر كان يدور في حومة من الحومات، كي شاف النفايات وقال في قلبه صح كاين بزاف النفايات وزيد متنوعة، نقدر نجمع نفرز وحتى نروسيكلي. وأنا عندي فكرة، حتى نبيلة كي كملت التكوين تاعها في تسيير النفايات تحمست وقالت أنا تان عندي فكرة. دوكا الفكرة كاينة بصح كيفاش تتحقق وتولي مشروع مربح؟ راهم حايرين منين لازم عليا نبدا، شحال راح يسقم لي هذا المشروع، ومنين نقدر نجيب دراهم، شكون يعطيني المعلومات اللازمه، ووين راح ندير هذا المشروع. حبيت تعرف كل الاجوبه للاسئله تاعك؟ الوكاله الوطنيه للنفايات مع برنامج الامم المتحده الانمائي وبتعاون مع ولايه سطيف رايحين ينظموا لكم اسبوع المقاولات الخضراء، ليكون فيه محاضرات جلسات حواريه وورشات عمل حول الدعم والتمويل الإطار القانوني والعديد من المواضيع اللي تهمكم، اللي نشطوها جميع الهيئات المتخصصة باش يوجهوكم. وكل هذا رح يكون تحت رعاية السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. للمزيد نتلاقاو معكم من 21 إلى 23 نوفمبر 2022 بجامعة فرحات عباس 1 بولاية سطيف.